اسبوعين او الثلاثه اللي فاتوا، وبالتالي جاب الحكام وقال للكابتن القلاوي والكابتن امين عمر، أمين عمر انتوا هتتوقفوا اربع اسابيع. وحصل كمان مشكله ثانيه مع القلاوي بعد الايقاف، انه القلاوي اتكلم في تصريحات صحفيه وقتها برضه الراجل عنفه اكتر من كده. بس يا كابتن عايز اتكلم عن عنفه بمعنى عنفه؟ اه طبعا بيعنف قدام الناس، هو الراجل بيعنف، بس هو في مشكله، بس هو في مشكله وعليه الراجل عملها بصراحه من البدايه. اتفضل. ودي اللي خلت الناس كلها تشوفه ان هو كلاتنبرج كان افضل منه بمراحل. حلو، دي حقيقه. فضل. يعني كلاتنبرج كان افضل منه بمراحل. ان الراجل اول ما جه قعد ست شهور، بعد كده قال لك انا ما بشتغلش، انا بخلي كابتن توفيق السيد هو اللي بيعين. طب وده غلط. صح. انت كل اللي عرضته علينا في اتحاد الكوره لما احنا رحنا مؤتمر ليك ما كانش حاضره صحفيين كتير، كل اللي انت حضرته لنا داتا، لكن انا مش شايف ده على ارض الواقع. فانت خليت الناس اصلا تبدا انها تشك ان في عمل جوه لجنه الحكام. طب عمل لجنه الحكام ده بيبدا من بريرا؟ لا، ما بيبداش من بريرا، بيبدا من اول اتحاد الكوره لحد كل اعضاء اللجنه اللي مع بريرا. لكن لما يبقى اللجنه اللي مع بريرا نفسها هي اصلا مش كلها يعني جديره بان هي تطور تحكيم مصري، يبقى في مشكله. انت الحكم المصري اللي بيخطا هنا بيحكم افضل ماتشات في افريقيا واكبر الماتشات في افريقيا، وبيدوا له ماتشات كتيره جدا في الكاف. ده معناها ايه؟ ده معناها انت بتقول كده ان في مؤامره. كابتن كابتن، ده معناها كابتن ان احنا مش شغالين صح في ملف التحكيم. القصه مش بريرا، القصه مش بريرا بس. معلش يا جيمي، لا معنى ان خلاص يبقى الحكم بتقول ان هو بيشتغل في افريقيا كويس، قولوا لي يا جماعه انا صح ولا لا. الحقيقه الحكم بيقول بيشتغل هنا مش كويس ليه؟ بيشتغل هنا مش كويس ليه؟ ما هو انا دلوقتي الكابتن حشيش كويس مع جمال وكويس مع ايمن وكويس مع عايز راي في النقطه دي يا كابتن. يجي عند اسلام مش كويس مع اسلام. اكمل بس يا كابتن في الجزئيه دي. جزئية الكابتن ناصر اتكلم فيها جزئية كويسة جدا، حتة ان الاخطاء جاية من الحكام الكبار. صح؟ الحكام الكبار انا بشوفها ان هي مشكلتها الرئيسية يا كابتن في التعيينات. انا مباراة بديها لمحمد عادل وامين عمر، الاثنين مش هيسمعوا بعض، بيتنططوا مش هيسمعوا بعض، واحنا سمعنا كلنا الحديث. مهمة جدا التعيينات يا كابتن، بتيجي من مين؟ مش من بريرا لوحده، وبريرا مش هيقعد يحط كل الحكام دي، دي خلينا واضحين. ثانيا، تم تصدير للحكام ان بريرا صاحب قرار التصنيف، والتصنيف بالشكل دوت، والتصنيف هو بيبعدكم وخلاص هيركز على 20 حكم. طب ما انا ليه اقول للناس الكلام ده؟ لا، مع ان انا ممكن، مع ان انا ممكن اقول لهم ايه بقى يا كابتن، ودي نقطه مهمه جدا، اقول لهم والله شد حيلكم عشان تخشوا في ال 20 دول. الطريقه بتفرق. صح. عكس ما انا اقول انا هعلن النهارده عن 20 واحد. ثانيا، انا مشكله بالنسبه لي كبيره جدا فعلا في حته التعيينات ده يا كابتن، ان في حكام تاخد ماتشات كتير جدا، وحكام تانية بيتم استبعادها عن عن ماتشات، وانديه تعلن وانديه تعلن ان انا مش عايز الحكم الفلاني مهما كان مين النادي. ما ينفعش نادي اصلا يطلع بتصريحات يقول انا مش عاوز الحكم ده في اي مباراه. ليه؟ هو في مترجم للراجل ولا في مترجمه للراجل؟ اه موجود. هو على فكره الراجل يا كابتن، بس معلومه يعني، الراجل بيتواجد في كل حاجه ومركز في كل حاجه وبيحضر كل الماتشات ومع اعضاء الاتحاد. بس كابتن جزئيه بس صغيره جدا، هو في حته التعيينات دي احنا اتكلمنا فيها جزئيه اللجنه. انا كان معايا في اللجنه السنه اللي فاتت الكابتن توفيق السيد والكابتن محمد فاروق، فالاثنين ما كانش في بينهم تعارض على فكره، يعني الاثنين كانوا ماشيين بشكل كويس لحد ما حصل التعارض ما بين بريرا وبين كابتن توفيق ورحل الكابتن توفيق. انت المره دي عوضته بكام واحد؟ انت جايب 4-5 معاك في اللجنه. انا شايف ان ال4-5 وكباتن كبار ابتدوا يطلعوا يتكلموا عن التحكيم في الاعلام، فبيطلع يدافع مثلا عن كوره هي باينه لكل الناس. فانت لما بتدافع عنها بتحط مين في حرج؟ لجنه الحكام اللي هو بيرقصها مين؟ بريرا. مع ان بريرا في كل اجتماع معاهم يقول لهم انا مش محتاج ان حد يتكلم عن التحكيم، انا مش محتاج انه يتكلم عن التحكيم. اشتكى طبعا لاعضاء مجلس الاداره على حته ان في هجوم كبير جدا عليا، وان انا بيتم ترجمه كل حاجه ليا بالنسبه لي، انا شايف ان في هجوم ليا من التحكيم المصري، من الحكام المصريين، شايفين تصريحات كتيره جدا. لكن انت تحلها بايه؟ تحلها انك انت تدي للراجل الحريه في اقامه معسكرات. ما ينفعش انا في معسكر زي ده في ايقاف وفي مفيش عندك ماتشات وانت مش عامل معسكر. ما ينفعش ان انا عندي حكام لحد دلوقتي مش عارف اتكلم لغه. صح. ما ينفعش ان لحد دلوقتي مش عارف اجيب محاضرين يحاضروا للناس، لان بريرا مش محاضر دولي، يعني مش محاضر في فيفا. ازاي انا مش قادر ان انا اطور ده ان انا اجيب محاضرين واعمل كورسات اسبوعين للحكام على الاقل الدوليين بس؟ ازاي انا لحد اللحظه دي في 2023 يا ايمن بعمل مشكله على القائمه الدوليه؟ ليه ما بعلنهاش للناس؟ القائمه الدوليه معروفه، الحكام الكبار معروفين مين؟ من اول محمود ناجي ومحمود البنا وابراهيم نور الدين، كلنا عارفينهم وكلنا بنقولهم في المواقع وفي الشغل وكل حاجه. لكن ليه انت مش عاوز تطلع تعلنها؟ عشان هنقعد نفصص اسم اسم وده موجود ليه وده مش موجود ليه؟ طيب دي قصه ثانيه، اسمع رايك برضه ابو علي. انا بس عايز اتكلم في نقطه كابتن، ايه ذنب الراجل ان يلاقي عنده حكام مثلا دوليين او حكام كبار بيسقطوا في اختبار كوبر او الشغل البدري ورنر او الاختبار كله. يعني انا واحد من الناس جاي دلوقتي على ان المفروض عندي حكام كبار واسماء المفروض كبيره وبتحكم هنا وبتحكم في افريقيا، اتفاجئ ان الحكام دي ما عندهاش لقب بدنيه. لو مين بيسقط كمان يا يعني انا بقول لك اسماء كبيره، يا ريت مثلا اسماء لسه طالعه، اسماء دي اسماء كبيره لسه راجعه من ايه ذنب الراجل؟ ايه ذنب الراجل ان في واحد كان معاه في اللجنه مثلا ومشي
فليل نهار بيطلع في كل البرامج يهاجمه ويطلع يقول اصل الراجل عمل، اصل الراجل عمل. طب انت يعني معلش انت كنت موجود السنه اللي فاتت كان دورك ايه، او كنت موجود مع الراجل فتره كان دورك ايه؟ فبس الكلام في الاعلام سهل. ايه ذنب الراجل ان في انديه عندها مشاكل مثلا وما عندهاش سكواد قوي فتيجي تخسر ماتش او تتعادل ماتش فتطلع تهاجم الراجل؟ انا وجهه نظري كابتن قلتها لحضرتك من شويه، للاسف احنا يعني في ناس كتيره في المنظومات بتاعت الخاصه بكره القدم ما بيبقاش قلبهم على البلد. يعني انا عايز انجح، انا شايف دوري منتظم، شايف ملاعب كويسه، شايف نقل تلفزيوني هايل، شايف الدنيا ماشيه بشكل كويس، فاضل لي منظومه شايف غزاره، يعني غزاره تهديفيه، الفرق بتلعب كره هجوميه شكل الدوري ممتاز. والله انا عايز اقول حاجه بس هي بس النقطه دي. ليه انا ما اتعاونش مع الراجل وانجح المنظومه يبقى شكل الدوري بتاعي حلو؟ طيب جزئيه بس بسيطه جدا، ترى كابتن في لبس التحكيم في ايه؟ في اللبس بتاع الحكام، في مستحقات الحكام. لا مستحقات الحكام دي احنا اتكلمنا عنها، انت لحد دلوقتي بتدفع للحكام لبس عايز تقول ايه بس في قصه الفتره الجايه بيفكروا ان هم يعملوا طقم جديد وكلام، الكلام ده كله كان يبقى قبل الموسم. المفروض ان الحكام تشعر برضو كابتن، لا كابتن على فكره كابتن، الحاجات دي الحاجات دي مهمه جدا، مهمه جدا عليك، ولكن هي ومهمه جدا لشكل، يعني زي ما ابو علي بيتكلم في حته كل الكلام ده في الدوري حاجات مهمه، والاهم مستحقاتهم تروح لهم. ما ينفعش ان انا افضل لحد اللحظه دي بقسط مستحقاتك. اهم من اللبس كابتن على فكره اقول لك حاجه، ممكن الحكام الدوليين الكبار اللي بالنسبه لك مش فارق معاهم ما بيطلبوش الكلام ده لانهم عارفين كده كده وقت ما يجي وقت ما يجي هم بيحكموا ماتشات كتير، لكن انت بتتكلم على الحكام الصغيرين يا كابتن الدرجه الثانيه والدرجه دوري المحترفين المفترض والدوري الدرجه الثالثه بيبقوا محتاجين جدا الموضوع صحيح. ده فلما تاخرهم 18 شهر صحيح. ايمن اعرف رايك برضو. بص يا كابتن انا زي ما قلت مع حضرتك في الحلقه بتاعت اللي عملناها بتاعت الحكام قدام كابتن ناصر، قلت له هي المشكله اللي احنا فيها دلوقتي اهو، ان الحكام هي منظومه الحكام هي فيها شرخ، هم كلهم بيتخانقوا، كل واحد او كل مجموعه هي اللي عايزه تمسك اللجنه. طب نشتغل مع الراجل؟ لا احنا اصلا من اول ايمن جلبرتو فيبقى ايمن جلبرتو هو اللي يمسك ابو علي كده بالظبط. هي الخناقه كده، والخناقه دي دايره بقالها سنين، فلان بيمشي بيجي الفلان الثاني، فلان الثاني بيمشي بيجي، فما شفناش تطور. طب هي المشكله فين؟ النهارده احنا سمعنا قبل كده تصريحات لمسؤولين في اتحاد الكوره معترضين على فكرة الخبير الأجنبي، فمن الواضح أن وجود الخبير الأجنبي هو اللي هو سارة سويلة بس فيش غيره. لا كان في أكتر أكتر عضو بيتكلموا أن ليه نجيب راجل أجنبي مش عارفنا، الناس ما بتعرفش تتواصل معاه، محدش بيعرف يشتكي له الكلام ده، عشان ما نرجعش مرة تانية للاحتواء وروح البروتوكول. والله بعيدا عن الكلام ده كابتن إسلام، هي الفكرة كلها الراجل النهاردة الأجنبي، النهاردة واحد زي كلاتنبرج عمل حركة اللي هي بتاعة سماع التحليل التحكيمي، دي كانت ميزتها ايه؟ هي دي كانت ميزتها ايه؟ ان احنا كلنا بنتعلم، الموضوع ملوش علاقه بالخطا ده لصالح مين او ضد مين. لو حكم انا ايمن الحكم كان مركز في كل كلمه بيقولها انا عارف انها هتتزاق بالظبط. بقول لك ايه النهارده معلش يا كابتن، مش عشان نقفل الكره مش عارف عشان نقفل الحته دي، ماتش ليفربول وتوتنهام ده نموذج. النهارده احنا لما سمعنا التسجيل بتاع غرفه الفار بتاع ماتش فضيحه، الحكام وهي بتتكلم مش مدركين، واحد بيقول له انا قلت لك الكره اوف سايد مش اوف سايد، انت حاسب ليه اوف سايد؟ انا افتكرت روح قول للحكم، روح قول للحكم وقف اللعب. انا لا الماتش ماشي خلاص. النهارده في ماتش الزمالك والمقاولين احنا بنسمع النقاش اللي هو، ودي صدفه جميله، عارف انت في حاجات كصدف تبقى حلوه اللي هي غلطه بتكشف لك مشكله، الحكام بتتخانق في اساسيات تحكيم، احنا ما بنتخانقش الكوره راي اللي هي مثلا هي بيلن ولا مش بيلن، لا ده احنا بنتخانق في حته اصل الكوره هي على الخط نصها لما يبقى على الخط هي بيلن، دي اساسيات تحكيم ده قانون. في ماتش المصري وفاركو في الكوره بتاعت حسين السيد الكوره دلوقتي واضح ده ضربه جزاء واضح، حماده قالوها رايح. هو انا عندي شعور وجهه نظري الشخصيه ومعلومات برضو ان هو مش هحسب كلام الفار. ليه؟ لان بريرا لما قال حاجه، هو بيقول بريرا قال تعليمات كابتن دي حاجه مؤكده، يعني قال لهم في التحليل ايه؟ ابراهيم نور الدين توقف برضه قبليها في الماتش بتاع زيش، ما نقولش اثنين ونسيب واحد. قال لهم ايه يا ابو علي؟ قال لهم يا جماعه اللي بيرجع للفار انا بعمل لكم المباريات بنقاط، اللي بيرجع للفار كتير نقاطه بتقل عندي. هو الراجل بيقول كده ليه؟ عشان يديك المسؤوليه الكامله انك انت بتدير المباراه، مش كل حاجه ترجع للفار وتستسهل. انا لاحظت ان كابتن حماده هو راجع للفار هو مش هحسب. يعني انا مش هحسب. طب ما تبص انت بصيت عليها اكتر من مره الكوره واضحه. لا والنهارده هو حسب زيها، يعني هو حسب زيها كتير. لا هو في نفس المباراه حسب شبهها للمصري اللي هي ضاعت. برضه الكابتن محمد معروف في المباراه الاخيره برضه الكوره يعني الطرد والكلام ده برضه بنسمع ان هو في الفار مفيش تنسيق، اصل بينهم وبين المساعدين مفيش تنسيق. طب ما ده عمل مين؟ ده عمل لجنه. ما مش كل حاجه ما الراجل يا جماعه ده على راس منظوم، وانت المفترض في الاول قلت مطور، بعد كده قلت معلش يبقى رئيس لجنه، بعد كده قلت اصله يدخل في التعيينات. طب هو الراجل هيعمل كل الكلام ده؟ ما لازم يبقى معاه لجنه بتدير، ولجنه عارفه تشتغل وعارفه تصنف مين دوري ممتاز ومين دوري محترفين، وعارفه ازاي تضغط بحكمين كويسين في دوري المحترفين يطلعوا دوري ممتاز. ما ينفعش ان لحد اللحظه دي نفس الحكم. يا جماعه اذا كان كلاتنبرج مشي
يبقى وكان احسن من الراجل اللي موجود، يبقى الراجل الموجود ده هيقعد. طيب اخيرا والله يا كابتن اسلام، هي المشكله كلها مش في اخطاء التحكيم، اخطاء التحكيم هتفضل مع احترامي يعني. فعلا الدوري الانجليزي في 7-8 اسابيع احنا شفنا كوارث وكوارث في في تسللات ماتش برشلونه او مؤثره على النتائج ومؤثره في النتائج ماتش برشلونه. بس بقول لك ايه، ما شفناش في الدوري الانجليزي حكم بيطلع يقول لك اصل الاحتواء. لا مش نفس رئيس لجنه الحكام بيدافع عنه، مش شفناش ناس بتكابر. بقول لك يا كابتن على تصريح واحد يقول لك روح الفار. احنا هي الفكره كلها احنا مش عايزين الناس ما بتكبرش. ماتش ليفربول خلص في خطا تحكيمي كارثي، لجنه الحكام اعتذرت. بص لا هيعيدوا ماتش ولا ليفربول فعلا هيسيء، بس النهارده في اعتذار، في خطا، في عقاب، خلصنا. هي دي لكن احنا هنا في مصر الكلام ده. اذا هي اعتذار حاجه كويسه قوي يا اسلام، ان انتوا قلتوا مفيش تنسيق ما بين الحكم الساحه والفار والتعيينات. الراجل استحاله هيقدر يمسك دي، لازم المساعدين بتوعه هم اللي يبقوا عارفين. صحيح. انا مع ايمن يعني مش كذا مع ابو علي. خلاصه وجهه نظر يعني، عشان احنا نحس بعدين كده يعني فرعنا الموضوع. انا متفق مع كابتن اسلام ان في مؤامره على الراجل، وفي انديه بعينها شايفه ان الراجل ده ما بيلبيش طلباتها، او في الراجل فير قوي فبيتعامل ملوش دعوه بالوان. في نادي فايق ومش واخدين على كده، بيكسب سكور ومش فارق معاه تحكيم، ممكن يعطله ما يعطلوش. يعني احنا امبارح لو ركزنا في ماتش الاهلي والاسماعيلي، انا شك في كره قفشه اللي في اخر الماتش اللي اتعمل ساندوتش في اخر الماتش باتنين مدافعين، انا شاك ان هي بيلينج. في كره كبير ستاو عدى من المدافع بتاع الاسماعيلي والراجل مال بجزعه كله منعه ان ياخد الكره بجسمه. وجهه نظري لو فيها كلام ممكن الراجل يجري على الاقل الفار ويشوفها، بس عشان الاهلي ماشي كويس وبيكسب فعادي هتعدي، فالناس مش واخده بالها ان الاهلي ممكن يكون مثلا بيتظلم. لكن الفرق عارف الناس تقول لي ايه اللي عندها مشكله، هي اللي دايما بتحاول تقول لي ليه نفس الكلام كده انت بتقوله ده. هم عايزين انتوا بتكسبوا يعني، طب انا مش بسال انا باخد حقي. بس انا ممكن ما اخدش حقي، هو لازم تحصل مشكله عشان لازم احصل مشكله. انا عشان عندي مشكله في السكواد بتاعي او في القياده الفنيه بتاعتي او في مشاكل ماليه او شافي، عايز حد يسندني، عايز حد. انت عارف المشكله ابو علي، لو الجمهور زام ان دلوقتي في اخطاء وانت لسه في النص الحلو من الدوري، لسه والله البدايات. والله كابتن ما تسخن، ما دخلش على الدور الثاني بقى والنقطه. اتمنى قياس عدد المباريات كابتن، انا مش شايف ان في اخطاء كارثيه قوي، ممكن يكون خطا او يعني حاجات بسيطه ما تستدعيش ان احنا مش هي الاخطاء بالنسبه لعدد المباريات اللي اتلعب. قيل عليها رئيس لجنه الحكام، لا او الناس يفضل كل شويه يتكلم. الراجل هيخاف، معلش الراجل ده لو كل يوم هو داخل المكتب بتاعه في اتحاد الكوره لقى ال 15 20 واحد واقفين له بيتخانقوا. لا ده رئيس اللجنه الوحيد اللي لحد اللحظه دي اللي حكام كتير جدا راحوا بيطالبوا بحقوقهم، راحوا اتحاد الكوره كتير جدا اكتر من 6-7 وقفات واتلغى له مؤتمر صحفي قبل كده. لحظه يقول لك ايه يا باشا، انا صحتي وحياتي وبتاع، انا ايه اللي هيقعدني في الهم ده. بالظبط. اذا انا وجهه نظري زي ما ابو علي قال، خطا واعتذار ثم عقاب. اتمنى ان الثلاث كلمات دول يكونوا هم اللي نمشي بيهم خلال الفتره الجايه. خلونا نطلع بقى نشوف تقرير عن اثاره ومتعه